مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في مستهل هذه الحلقة في من القاهرة، والتي تبدأ معكم من الآن وتستمر قرب منتصف ليل القاهرة. النهاردة لنا وقفتين حواريتين مختلفتين في الأهداف والطموحات، لكن كلها بتصب في التنمية الخاصة بالدولة، وأيضا عدد من الأخبار اللي بتمر بينا على أبرز أحداث اليوم. الوقفة الحوارية الأولى بتتحدث عن تذليل العقبات والتحديات وتوجه جديد للدولة المصرية. هذا التوجه من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقابلة المحافظين المختلفين لمحافظات مصر في اجتماعات دورية تتحدث عن آمال وطموحات كل محافظة، المشكلات والصعوبات التي تواجهها وتقف عقبة أو عسرة أمام عملية التنمية، ومحاولة تذليلها من القيادة ومشاركة المجتمع المدني في حل هذه المشكلات وتعزيز العمل من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعية لكل محافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل. الاجتماعات بدأت دوريا مع سيادة الرئيس بمحافظة الوادي الجديد، وكان فيه متابعة لتنفيذ خطط تنموية بداخل المحافظة وتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، رفع كفاءة شبكة الطرق فيها، وعدد من القضايا اللي هيشترك فيها المجتمع المدني بشكل متوازن مع الدولة المصرية لتحقيق هذه التنمية. سيادة النائب عصام إدريس عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ضيفا كريما معي في الوقفة الحوارية الأولى. التنمية على المستوى البشري وتحقيق التنمية في مصر على مستوى قطاع الصحة وتقديم الخدمة للمواطن المصري بالشكل اللائق اللي يستحقه والخدمة المثلى كما يقال. إذا بنتحدث عن تنمية العنصر البشري اللي بيعمل في مجال القطاع الطبي بشكل عام. مقدمي الخدمات الطبية، أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن عام 2019 هيكون عام لرفع كفاءة مقدمي الرعاية الصحية من خلال التفاعل، من خلال المؤتمرات العلمية المختلفة، التسلح بأحدث النظم والطرق العلمية في المجال الطبي والاطلاع على أحدث الأبحاث في المجالات العدة كل في تخصصه، وأيضا أطقم التمريض وكيفية تقديم الخدمة المثلى للمواطن المصري. وقالت الدكتورة هالة زايد أن بالفعل موظفي وزارة الصحة نجحوا في أعمال مبادرة ما زالت مستمرة، 100 مليون صحة مبادرة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، وأيضا الانتهاء من قوائم الانتظار بالنسبة للحالات الحرجة والعمليات الجراحية. ده ما بيتمش في وزارة الصحة بس، لكن هيكون فيه نوع من التنسيق أيضا مع المستشفيات الجامعية. إذن وزارة التعليم العالي داخلة بشكل أو آخر من خلال المستشفيات الجامعية في هذه الخدمة وكيفية تطويرها داخل المجتمع المصري، والهدف هو المواطن. الدكتور أشرف عمر أستاذ أمراض الكبد وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية السابق، دكتور هشام الشرقاوي مدير المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، في وقفة حوارية ثانية النهاردة في من القاهرة. أولى أخبارنا واللي تابعناها منذ قليل هو رفض مجلس العموم البريطاني بأغلبية نوابه اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي بريكسيت. وعقب التصويت برفض اتفاق بريكسيت، دعا ماي إلى عقد اجتماع مع أعضاء مجلس العموم من أجل بحث كيفية الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي. قالت ماي إن تصويت البرلمان برفض خطتها للتصويت غير ملزم، وإنها ستعمل على تحقيق إرادة الشعب البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي. من جهته يعتبر زعيم حزب العمال البريطاني جيمي كاربن فشل الحكومة على تمرير الاتفاق بمثابة فشل كامل للحكومة البريطانية، ومعلنا عن طرح اقتراح سحب الثقة من حكومة ماي خلال جلسة الأربعاء غدا. أستاذ عادل نبهان الباحث والمتخصص في الشؤون الدولية انضم إلي عبر الهاتف، برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ عادل، أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ خالد، بنتحدث عن ما حدث من رفض البريكسيت والمأزق السياسي الذي تقع فيه حكومة ماي في هذه اللحظات. هو الرفض اللي حصل والتصويت 432 ضد و202 نعم
الاتفاق اللي طرحته تريزا ماي كان شبه متوقع، هي كانت شبه بتستعطفهم ان هم يوافقوا على الاتفاق، وده كان من تصريحات الفترة اللي فاتت، وحتى امبارح جلسة امبارح الخطاب بتاعها امبارح وكمان خطابها النهاردة، وان هي بتحاول المعارضة سواء المعارضة او حتى المؤيدين المعارضين من حزب المحافظين ان هم يحاولوا باي طريقه ان هي تمرر الاتفاق اللي قدرت توصل ليه بصعوبه مع الاتحاد الاوروبي، ولكن يعني المتوقع ان هو كان يفشل. المأزق الحالي ان الميعاد الخروج من الاتحاد الاوروبي او الميعاد النهائي هو 29 مارس، بالتالي في حاله عدم وجود اتفاق ما بين بريطانيا واتفاق مصدق عليه من برلمان وبين بريطانيا وبين الاتحاد الاوروبي، فالاتحاد البريطاني هنا والاتحاد الاوروبي كمان او خاصه بريطانيا امام فوضى كبيره ان خروج من الاتحاد الاوروبي بدون اي اتفاق بدون اي عمليه تنظيميه لكل الامور اللي كانت متعلقه وكانت داخله في الاتفاق اكبر اتحاد تجاري في العالم. طيب اذا ما هو المتوقع حدوثه؟ يعني سحب الثقه من الحكومه هل هو الابرز؟ وفي هذه الحاله ما هو مصير الانفصال؟ بالنسبه لسحب الثقه من الحكومه هو وارد يحصل، لكن تريزا ماي كانت تحاول تسحب منها الثقه في ديسمبر اللي فات او تحاول تسحب منها زعامه الحزب في ديسمبر اللي فات وفشلوا، فبالتالي الحزب بتاعها صعب ان هو يمرر خطوه زي دي، فبالتالي وحتى عمليه سحب الثقه يعني هتهدد العمليه كلها سواء الاستفتاء او استقرار الحكومه نفسه، لان الحكومه بتدرس تريزا ماي جات مخصوص او بالاخص عشان تقدر تنظم عمليه الخروج من الاتحاد الاوروبي. عمليه الخروج من الاتحاد الاوروبي نفسها هي الوقت العمليه مهدده، او في خيارين، الخيار الاول ان يتم استفتاء ثاني، وتريزا ماي نفسها قالت لا ما فيش استفتاء ثاني هيحصل، ومعظم نواب البرلمان بيحاولوا ان هو يستبعدوا الاستفتاء ده. الوحيدين اللي عايزين يبقى في استفتاء ثاني الناس اللي كانت رافضه الخروج من الاتحاد الاوروبي. والحل الاخر ان هي خلال اليومين ثلاثه القادمين ان هي هتحاول ثاني تريزا ماي انها تتفاوض مع الاتحاد الاوروبي، واللي هو برضه مصمم انه ما فيش تفاوض اكتر من كده، وده يعني السقف بتاعنا في الاتفاق اللي موجود، وبالتالي هيبقوا امام مأزق الخروج بدون اتفاق. وفي كل الاحوال ده هيحط بريطانيا نفسها في ازمه كبيره سياسيا ما حصلتلهاش من قرون، ان هي تبقى في المأزق ده سياسيا واقتصاديا كمان. اعتقد طبعا هو الاساس يعني هو الاتحاد الاوروبي هو قام بالاساس كوحده اقتصاديه، وبعد كده جت الوحده السياسيه تمام او الاجراءات السياسيه اللي تمت في الاتحاد الاوروبي، لكن حاليا الوضع الحالي هم في مأزق كبير ما حصلش المملكه المتحده وبريطانيا من عقود ومن قرون. فتريزا ماي سواء سحب الثقه او عدم سحب الثقه هي في مأزق، اما استفتاء جديد او اتفاق جديد، والاتحاد الاوروبي قايل ان هو مفيش اتفاقات ثانيه والخروج يبقى هتخرجوا. طيب احنا هنتابع بالطبع خلال الايام القادمه ايه اللي هيحصل في جلسه الغد تحديدا بالنسبه للتوقع بسحب الثقه. اشكرك الاستاذ خالد النبهان الباحث والمتخصص في الشؤون الدوليه. شكرا شكرا حضرتك. تسلم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي دعوة موجهة من الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2019 والمقرر عقدها في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 10 إلى 12 من فبراير من هذا العام. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء سفير الإمارات لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية جمعة مبارك. وأشاد رئيس الوزراء بهذا الحدث السنوي الكبير الذي يحضره أكثر من 4000 مشارك من القادة العالميين وصانع القرار والمفكرين من مختلف دول العالم، الذي يعد تجمع عالمي فريد من نوعه وفرصة لاستطلاع النماذج الحديثة للحكومات المختلفة. أيضا رئيس الوزراء التقى الحقيقة الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع لمتابعة عدد من التكليفات الرئاسية بشأن التوسع في الصناعات التي تحتاجها السوق المحلية وتخفيض الاستيراد والعمل على توطين التكنولوجيا في مختلف الصناعات. أكد رئيس الوزراء أنه سيتم تقديم المساندة الكاملة للهيئة العربية للتصنيع بحيث تنجح في مهمتها لتوطين الصناعة، والدولة مستعدة لتوفير الأراضي اللازمة لإنشاء هذه المصانع وتيسير الإجراءات اللازمة. أوضح كذلك الفريق عبد المنعم التراس أنه يتم حاليا الإعداد لوضع حجر الأساس لمصنع الطرمبات التي تحتاجها محطات مياه الشرب والصرف الصحي وكذا محطات تحلية المياه، بالإضافة إلى أن هناك خطة لإنشاء
3 مصانع أخرى للمصاعد والسلالم الكهربية والتكييفات والكابلات الفايبر، ويتم التنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتوفير احتياجاتها بدلا من الاستيراد. وزير الخارجية سامح شكري أكد أن مصر بتسعى إلى أن تتحول الأمم المتحدة إلى مؤسسة أكثر دعما للدول في عالم مليء بالتغيرات. وقال شكري في كلماته أمام اجتماع اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في مراسم تسليم رئاسة المجموعة 77 والصين من مصر إلى فلسطين، قال إن وتيرة الإصلاح داخل المجموعة كانت استثنائية، كما عملت المجموعة على توجيه دفة الإصلاح بكفاءة عالية، لافتا إلى أن أنشطة مجموعة 77 والصين في 2018 عكست ثراء جهود التنسيق بين المجموعة ومدى مسؤوليتها تجاه الأمم المتحدة. كذلك تابعت المجموعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها. وقال شكري خلال الكلمة أن مصر بذلت خلال رئاستها للمجموعة المساعي الدؤوبة من أجل تنفيذ اتفاقية باريس المتعلقة بالمناخ، ومشيرا إلى أن قضية تغير المناخ مثلت تحد في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة. وافق مجلس النواب، لكن قبل الانتقال لمجلس النواب ومشروعات القوانين وإصداراتها ونشاط المجلس، نتحول في هذه المتابعة لكلمة وزير الخارجية سامح شكري مع سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. برحب بحضرتك سعادة السفير. أهلا، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. كلمة وزير الخارجية كانت واضحة من خلال التحديات التي قامت بها مصر لتذليل التحديات المختلفة خلال ترأسها لمجموعة 77 قبل تسلم فلسطين لهذه المهمة. ما قامت به مصر تحديدا في رئاسة هذه المجموعة الصين ومجموعة 77 خاصة في مسألة تغير المناخ؟ تفضل يا فندم. طيب خليني في البداية بس أوضح أن مجموعة 77 والصين هم 134 دولة، رغم أن هم 77% لكن هم 134 دولة بيشكلوا أكبر مجموعة تفاوضية في النظام الدولي متعدد الأطراف، يعني الأمم المتحدة. فمصر رئيسة مجموعة 77 والصين لمدة عام بتدافع عن مصالح الدول النامية. هدف هذه المجموعة هو خلق قدرة تصويتية للدول النامية تساهم خلال فترة العام في صياغة الأجندة الدولية والتدخل في بنود البحث خلال أعمال الدورة الحالية أو العام الحالي للترأسه في كافة المجالات، خاصة طبعا حضرتك أشرتي للتغير المناخي، وطبعا مصر عبرت عن يعني رأي المجموعة أو دول العالم في بنود اتفاقية باريس للمناخ وحاجب التمويل لدعم الدول النامية، وطبعا مساعدة الدول النامية في مواجهة تحديات تغير المناخ، بناء القدرات ونقل التكنولوجيا. كل دي أمور مصر تفاوضت باسم المجموعة في المؤتمر اللي هو بيسموه مؤتمر الأطراف رقم 24 كان لاتفاقيه الامم المتحده للمناخ. ده اللي مصر عملته في النقطه اللي حضرتك اثرت فيها، ولكن برضو مصر تبنت اولويات عده في فتره رئاستها عام 2018 للمجموعه، تاكيد على موضوع التنميه المستدامه، القضاء على الفقر، تشغيل الشباب، كلها امور قضايا الدول الناميه بشكل عام. بالظبط. يبقى هي نجحت خلال العام ده في فرض رؤية العالم النامي على أجندة الأمم المتحدة، وأكدت على معنى مهم هي أن الدول النامية لها سياسات يجب لدى تشارك الدول الأهم أو الدول الاقتصادية الكبرى أن تحترم السياسات الوطنية، يعني تدعم التنمية حسب ما تراها مصر أو ما تراها دولة أخرى وهكذا. يبقى دور مصر المتزايد في المجموعة دي ساهم في أن الأمم المتحدة خلال عام بتراعي مصالح الدول للنمية، وكانت بقى بالتأكيد بتسعى من خلال التنسيق بين هذه الدول لتحقيق مكاسب سياسية أيضا. فالتزام 134 دولة، خدي على سبيل المثال إذا كنا نقصد قضايا المنطقة، فدور مصر كان تعزيز وتقديم إسناد دبلوماسي للقضية الفلسطينية. صحيح.
تسليم الرئاسة النهاردة حضرتك للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن هو إسناد دبلوماسي رفيع المستوى. تخيلي حضرتك لما 134 دولة تساند القضية الفلسطينية، فالدولة الفلسطينية بحضور السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيسة الجمعية العامة للدورة الحالية بتحظى بتأييد 134 دولة. صحيح، ده إضافة للشرعية الدولة الفلسطينية بكل تأكيد. ده اللي أنا أقصده حضرتك بالفعل بكلمة إسناد دبلوماسي رفيع المستوى. هي دولة صاحبة اعتراف دولي كامل ولكنها دولة واقعة تحت الاحتلال. صحيح. أنا بشكرك يا فندم، عفوا على المقاطعة، أشكرك سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي. وأكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أن مشروع القانون سيضع حد لعشوائية الميكروباصات، مشيرا إلى أنه يشترط خطوط تأسير منتظمة لسيارات نقل الركاب وفقا لقاعدة بيانات واضحة. من جانبه قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات إن مشروع القانون يشترط موافقة الجهاز لإصدار تسيير سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات النقل البري للبضائع لمراجعة الخصائص الفنية للمركبات بما يتفق مع طبيعة المجال الذي ستعمل فيه. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة وشؤون الدستورية والتشريعية. دي كانت مجموعة أخبارنا النهاردة في من القاهرة. حوارنا الأول بعد لحظات نتحدث فيه مع سيادة النائب عصام إدريس عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن اجتماعات دورية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من المحافظين للوقوف على أبرز التحديات وتذليل المشكلات المختلفة بمشاركة المجتمع المدني.